يبدو المشهد إن قلت لا في وجه ميليشيا سلبتك قوتك واعتدت على حقوقك. هنا موظفو وزارة الاتصالات العامة بصنعاء يعتدى عليهم بالضرب ويعتقلون من قبل مجاميع مسلحة تتبع ميليشيا الحوثي جراء تنظيمهم لوقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية. النقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن إجراءات تصعيدية رداً على اختطاف عدد من موظفي الوزارة والاعتداء المسلح عليهم. وفي حادثة مماثلة تعرض موظفو مستشفى 48 أيضاً لمحاولات اعتقال وشروع في القتل من قبل مسلحين يتبعون الميليشيا بحسب بيان صادر عن المستشفى. أعمال عنف واعتداءات تأتي بعد تنامي حالة السخط لدى أغلب موظفي المنشآت الحكومية خلال الفترة الماضية نتيجة عجز الميليشيا عن سداد رواتبهم وفشلها في إدارة شؤون مؤسسات البلاد منذ الانقلاب على السلطة الشرعية.